أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عطفاً على القرار اللي أصدرت الوزارة سابقاً بسحب الحاويات اللي تجمع من خلالها التبرعات بمختلف مجالاتها من ملابس وأثاث وورق، فإنه سيتم تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة اللي تتعامل مع تلك الحاويات لجمع التبرعات بتغريمها نحو 10,000 ريال إلى جانب غرامة أخرى قدرها 20,000 ريال على عرقلة تحديد أماكن النفايات الصلبة. طيب، الحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الرياض مساعد مدير إدارة النظافة بوزارة الشؤون البلدية والقروية الأستاذ سعود المساعد. أهلاً أخوي سعود. حياك الله أخوي عبد الله. الله يسلمك. يا ليتك تعطيني صورة عن الحاصل هذا، الحاويات جمع الملابس يعني في وزارة الشؤون البلدية والقروية، شو اللي صاير الآن؟ في البداية أحييك أخي عبد الله وأحيي متابعي برنامج الراصد في قناة الأخبارية. وفي مجال هالموضوع الخاص بتنظيم حاويات جمع الملابس المستعملة اللي نشوفها منتشرة حاليا حول المساجد وفي الميادين والشوارع العامة، صحيح، والتي تضعها بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية، بالإضافة إلى أن هناك جهات غير معروفة تقوم بوضعها تدعي بأنها توزع على المحتاجين. صحيح. وش السوات فيها الآن؟ والله يا طويل العمر، تعرف أخوي عبد الله ويعرف المشاهد الكريم بأن الوضع الحالي لهذه الحاويات فيه تشويه لجمالية منظر الأحياء السكنية والميادين المحيطة بالمساجد، علاوة على أن الوضع الحالي للملابس داخل هذه الحاويات يجعلها عرضة للتلوث بالأتربة والغبار، وقد تتعرض للرطوبة وقد تصاب بالميكروبات والفطريات اللي يجعلها في الواقع غير مناسب للاستخدام من قبل المستفيد. وقد استشعرت الجهات المختصة بأن وضع الملابس المستعملة بحاجة إلى إعادة تنظيم لاعتبار الصحة والسلامة والمحافظة. طيب، على أنتوا أصدرتوا لائحة أستاذ سعود، يليتك تعطيناها قبل تطلعونها بالإعلام، عطنا وش اللائحة اللي موجودة لتنظيم هالموضوع. يا طويل العمر، أول شيء ملامح التنظيم الخاص لهذه الحاويات وبشكل مختصر، أيه؟ أن لا يقتصر وضع حاويات الملابس داخل مقار، يقتصر وضع حاويات الملابس داخل مقار الجمعيات المؤسسات الخيرية المرخص لها فقط من قبل الجهات المختصة، يعني تكون موجودة داخل مقار الجمعيات المرخص لها فقط، ولا تكون منتشرة زي وضعها الحالي حول المساجد وفي الميادين العامة. أيه؟ وتقوم الجمعيات بفرز الملابس وغسلها وتطهيرها وتعقيمها وتغليفها والإشراف على توزيعها على المستفيد. يعني بتتغلف من جديد، بيصير وضعها الآن، يعني ما بتصير بالشكل الحالي إنه تكب أحيانا بأكياس، يعني أكياس نفايات الآن اللي صاير ويحطونها وبعدين يعطونها الشخص المحتاج. الآن أنتم بتعقمونها وبيصير فيه اهتمام فيها أكثر، صحيح؟ بالضبط أخي عبد الله، يتم غسلها وتطهيرها وتعقيمها وتغليفها والإشراف على توزيعها على المستفيدين. إذن الناس كانوا بيكونون ضدكم بهالقرار بعد هالفكرة، بصراحة الناس بيقولون الملابس القديمة بتعود جديدة زي ما يعني أنتوا قاعدين تسعون له. نشكركم على هالجهد أخوي سعود المساعد، وإن شاء الله إذا بديتوا في اللائحة هذه نكون إحنا معكم أيضا، ونبي نشوف هالشغل اللي أنتوا بتسوونه بإذن الله. بحول الله إن شاء الله. الله يحفظك يوفقكم إن شاء الله. أخوي سعود المساعد مساعد مدير إدارة النظافة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، شكرا جزيلا لك.